كما أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية عن إغلاق 71 مسجداً بمختلف مناطق المملكة، وذلك نتيجة ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين وعدد من منسوبي المساجد، ما استدعى إغلاق تلك المساجد لتعقيمها والتأكد من جاهزيتها لاستقبال المصلين مجدداً. وأرجعت الوزارة ذلك نتيجة إلى عدم التزام بعض المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اعتمدتها وزارة الصحة لعودة الصلاة في المساجد.